اهلا بكم من جديد مشاهدينا، واستقبل ضيوفي الكبار. صراحه الموقف اللي انا فيه بيبقى صعب جدا علي مذيع، انك تستقبل ضيوف من علامات الاعلام الرياضي في مصر، علامات الاعلام في مصر، فبتبقى انت موقفك صعب جدا، ويعني ربنا يعدي الحلقه على خير. ولكن انا في البدايه برحب باستاذي وضيفي الاستاذ حمدي الكنيسي، رئيس مجلس اداره النادي، عفوا عضو مجلس اداره النادي الاهلي السابق، ورئيس الاذاعه المصريه. مساء الخير يا فندم. اهلا بك. طيب انت طيب؟ مصر اكتوبر 44 سنه. طيب، وانا كنت متابع كلامك عن حرب اكتوبر، وكالعاده كلامك يعني متوافق ومتسق جدا يعني. ربنا يخليك، دي شهاده يا فندم يعني اعتز بيها. ايضا الاستاذه استاذتنا الكبيره استاذه نجلاء عبد البر، نائب رئيس اذاعه الشباب والرياضه. انا في البدايه قلت الشرق الاوسط، كنت بتحدث عن الشرق الاوسط بقى وحرب اكتوبر وكده، ولكن يا فندم منوراني، وربنا كده دايما يديلك الصحه وتكوني منورانا دايما. شكرا، انت اللي منور يا محمد، والمقدمه جميله جدا، واحاسيس جميله مش بنقدر ننساها من ايام 73، وانا مشفقه على كل الشباب اللي ما حضروش اكتوبر ملحمه. اكتوبر مش حرب اكتوبر او معركه واحده، دي معارك كتيره جدا. انا هضيف على راس العش المزرعه الصينيه وتبت الشجره وعيون موسى، معارك ومعارك، ابطال وقصص من الواقع موجوده، لكن شبابنا ما يعرفوش عنها كتير زي ما انت قلت. وعشان كده انا النهارده سعيده جدا باليوم ده، وده من اسعد ايام حياتي فعلا. ده حقيقي فعلا يا فندم. استاذ حمدي، يعني قبل ما اتحدث عن موضوعنا النهارده، بس ما ينفعش حضرتك موجود وما اتكلمش معاك على حرب اكتوبر. يعني حضرتك عشت هذه الفتره وكنت مراسل يعني داخل القوات المسلحه في الجبهه بتنقل الاخبار، واعتقد ان اكتوبر لم تبتدي من يوم العبور، يعني حرب اكتوبر من بدايه حرب الاستنزاف. ده انا هقول لك حاجه مهمه جدا، دي بدأت بعد النكسة بأيام فقط، بعد النكسة والانتصار خدته إسرائيل في غفلة من الزمان، ونتيجة مؤامرة كبيرة جدا جدا. تصوروا بقى إن خلاص يعني إن دانت لهم الدنيا، وإن إسرائيل هي صاحبة الجيش الدفاع الذي لا يقهر، الجندي الإسرائيلي ده سوبرمان. اما المصري بقى يعني انت يمكن اشرت لمشي ديان. مشي ديان في ابريل من 1973 كان في مؤتمر، فصحفي بيساله بيقول له هل ممكن المصريين يحاربوا؟ قال له شوف، طالما ان قناه السويس هي حدودنا، وان الجند المصري الاسرائيلي هو جندنا، وأن المصريين هم أعداؤنا، فكل شيء على ما يرام، انسى، ما خلاص الحكاية انتهت إلى آخره. طبعا هو اللي انهار، وانت أشرت لحاجات وتاريخ لديه من الوثائق اللي بتبين أن هذا الرجل اللي كان معشوق إسرائيل وكان معشوق الإعلام العالمي، هو البطل القومي بتاعهم، البطل الهالة بتاعتهم، الهالة والغطرسة، عملوا ميدالية في أوروبا بصورته، وكان بتتوزع بشكله وعينه إياها دي إلى آخره. فانهار انهيارا كاملا نتيجة الضربات المتلاحقة، وان الجيش المصري اثبت ان هو اقوى من المستحيل، لان كل المقدمات كانت تقول ان صعب او ان اي جيش يفكر ان في الموانع دي كلها انت ذكرتها يا استاذ محمد كلها، ومنها بقى المانع النفسي، الا الحمد لله حرب الاستنزاف هي اللي حطمت هذا المانع، اللي هو هم اسطوره كبيره واحنا ناس ما بنعرفش نحارب، فاذا بيهم لما دخلوا سينا بهذا الشكل وفكروا ان هم يدخلوا بور فؤاد، اتحرك طابور اسرائيلي مدرع، دبابات ومدرعات وحاملات جند وكله على موقع في راس العش،
كل اللي فيه 30 جندي من جند الصقر. نعم. ويفاجئوا بان ال 30 جندي بالاسلحه الفرديه واكبر حاجه لديه الار بي جي اللي هو المضاد للدبابات وبدائي حاجه بسيطه. فجاه في الاول يعني 35 ضد مثلا 500 ولا 200 طابور مدرع يعني وجاي بقى بمنتهى الثقه وباحدث الاسلحه والمعدات والدبابات. ما فيش اول صدام دبابه تنضرب تدمر، اللي بعدها الثالثه الباقي كله قال لك لا ده الزهر مش موقع صغير، ده الزهر جيش كامل هنا، وهربوا كلهم. وهنا بقى كانت بدايه تحطيم اسطوره الجندي الاسرائيلي السوبرمان الى اخره. فحرب الاستنزاف الحقيقه هي التمهيد الحقيقي والضروري لحرب اكتوبر. ويمكن علشان كده انا حتى ما بداتش عملي كمراسل حربي في اكتوبر، انا كنت اثناء حرب الاستنزاف باخد جهاز النجرة بتاعي واطلع على مدن القنال اغطي حرب الاستنزاف واللي كان بيحصل. ومنها انا كنت بانتظر متلهفا يوم من دلائع شرارة حرب اكتوبر، وكنت بانتظر واثقا ان شاء الله النصر لنا من اللي انا شفته من مقاتلينا وشجاعتهم والتخطيط على اعلى مستوى. استاذ نجلاء، تلاحم كبير جدا حصل ما بين الشعب والقوات المسلحه للعبور الى هذا النصر. العبور مش بس عبور القناه، ده عبور من فتره صعبه جدا من الناحيه الاقتصاديه، من ارض محتله، من اوضاع كانت صعبه على الشعب المصري باكمله. ولكن الشعب حينما يتوحد على هدف يستطيع ان يفعله، وقر مستحيل. طبيعي، انت قلت كلام جميل جدا وهو التلاحم، الرغبة في الانتصار. الشعب هو جيش والجيش هو الشعب. على فكرة انا دايما بقول ده حاجة واحدة، احنا ليه بنحب جيشنا قوي او اللي عاش الفترة دي يعني مرتبط جدا بالجيش المصري، لان كل بيت كان فيه واحد بيحارب، كلنا كنا متلهفين اخباره، اخبار ولادنا، اخبار قرايبنا، خلاننا، عمامنا، كلهم كانوا في القوات المسلحة في الوقت ده، فكنا عايزين نعرف كل حاجة. احنا جزء من الجيش لا يتجزأ، فطبيعي قوي ان احنا نتلاحم، دي مش حاجة غريبة يا جماعة. الناس برضو احنا في مصر غير اي دولة في العالم، جيشها هو شعبها وشعبها هو جيشها. احنا اللي عارفين الجيل ده الحقيقة دي، عشان كده لما بتيجي إساءة صغيرة على الجيش المصري بننتفض وبنكون متضايقين قوي وبنتألم جدا، عشان احنا عشنا اكتوبر، عشنا الانتصار، انتصار بالعزيمة. ليه كنا واثقين بان احنا هننتصر؟ لان الشعب المصري ما يقبلش ابدا ان ارضه ما تكونش ملكه، تكون مع حد تاني. عشان كده ما كانش يجب ان الحرب تتأخر، وتلاقي المظاهرات طلعت كتير لازم نحارب، وكل ما الرئيس السادات يقول دي سنة الحسم ويستنى سنة المظاهرات تندلع، احنا عايزين نحارب، الشعب كله عايز يحارب. فلما جت حرب اكتوبر الحمد لله ما كانش اكتر من 6 سنين ورجعنا انتصارنا، زي ما قال الاستاذ حمدي، الاعداد الجيد، الثقة بالنصر، الحب، الايمان، التدريب، توفير الامكانيات، كل دي عوامل كانت مخليانا واثقين. لو 100 خط بريف، لو 100 قناه، لو تقول لي انا نبلمة هتحرق اي حد ينزل القناه، كل الاساطير اللي قالوها دي ما زعزعتش ابدا ثقه كل واحد في مصر ان احنا هننتصر وان احنا لازم هنرجع ارضنا. دي ما فيهاش جدل. طب احنا نقدر يعني كاجيال جديده يا استاذه نجلاء، وبنعيش برضو صراحه الى حد ما ظروف اقتصاديه صعبه في بلدنا، وبنحاول نعبر مصر جديدة في كل المجالات، مش في مجال واحد فقط، احنا بنحاول نعبر في كل المجالات. ازاي نقدر نستفيد من التوحد اللي حصل في هدف العبور لحرب اكتوبر وتحرير ارضنا فيما يحدث الان؟ ده بقى موضوع كبير قوي انت دخلت فيه. لا انا بسأل يعني من الهيدلاينز يعني منشدت كده، ان احنا لازم يا جماعة نحب بلدنا اكتر. لو حبينا بلدنا زي اللي بيحب فريقه، اللي بيحب فريقه بيبقى عنده ثقة انه هينتصر لو حبه قوي، والفريق فعلا كان على قدر المسؤوليه. الخطوات الجايه بتحتاج منا صبر كلنا عشان نشوف النتيجه، اذا صبرنا واذا احنا كنا على قدر المسؤوليه. بمعنى ايه؟ نشتغل بقى، بلاش والنبي راحه. يعني انا متخيله ان حرب اكتوبر او ذكرى انتصار اكتوبر انتصارات بقى، مش حرب واحده، دي معارك كتير قوي. يوم الجمعه ما كانش يجب ناخد اجازه الخميس،
لازم نشتغل، لازم نستغل كل دقيقة في الشغل، لازم الناس تعرف ان الشغل هو اللي هيدينا المقابل، هو اللي هيحسن ظروفنا، مش القعدة، مش الانتظار، مش الأجازة اللي بنستناها عشان نروح نصيقة ونروح مش عارفة فين ونقعد في البيت. المفاهيم دي لازم نغيرها والإعلام عليه دور كبير قوي. ده بالتأكيد. أستاذ حمدي برضو قبل ما أخش في الإعلام، حضرتك حسيت بإيه لما عرفت إن القرار العبور؟ حسيت بإيه لما عرفت إن الجيش المصري بيعمل ده؟ أكيد يعني حاجة تاريخية يعني. أنا زي ما قلت يا أستاذ محمد، نتيجة إن أنا ارتبطت قوي بحرب الاستنزاف وشفت الاستعداد القوي لدى الجندي والضابط والقدرة الرائعة والخطوات اللي اتعملت لإعادة بناء الجيش بشكل سريع جدا وعلى مستوى عالي جدا، فأنا كنت بنتظر اليوم بقى اللي تندلع فيه شرارة الحرب. أنا يوم 6 أكتوبر بالصدفة كنت طبعا في ماسبيرو، فدخلت استوديو الهواء بتاع صوت العرب، مع ان انا اساسا مذيع تنفيذ، مذيع هواء نشره اخبارك، انما كنت توقفت وركزت في البرامج، فلقيت استوديو الهواء قدامنا، فدخلت كان اللي موجود جوه الزميله ميرفت رجب، فحتى بتقول لي خطوه عزيزه انت بقى لك مده ما بتجيش هنا وبتاع، قلت لها يعني انا قلت افوت بقى اقعد معاكم شويه، واحنا قاعدين ربع ساعه لقينا واحد جاي من قطاع الاخبار وبيسلم ميرفت البيان الاول بتاعها، لدرجة ان هي بصت لي بعد ما قرأت البيان قالت لا انت كنت عارف ان البيان ده هتذاع. الحقيقة طبعا انا لا ادعي ده، انما هو احساس ان انا بانتظر اليوم، فالاحساس هو العمل ده. فاليوم هذا اليوم الخالد من تاريخنا حرك فينا كلنا طبعا الرغبة في اننا نشارك ونعيش اعظم وامجد ايامنا، وده اللي حصل، ان انا على طول اتحركت كمراسل حربي، ومن حسن حظ بقى ان انا عشت في وسط المقاتلين لكي ارى الشعب المصري العظيم متمثلا في قواتنا المسلحه ولديه من الامكانيات ما لا يستطيع اي شعب انه يعملها. شكل الموانع وانت ذكرت معظمها، وانا كنت اروح اشوف ايامها، انا فاكر ايام الاستنزاف كانوا حاطين يافطه للاسرائيليين في الشرق على الضفه الشرقيه، حاطين يافطه كده. في 48 اخذنا فلسطين، في 67 اخذنا سيناء، في نقط سناخذ القاهره من النيل للفرات. سناخذ القاهره، عيني عينك. لدرجه ان في جندي مصري فكر يضرب عليها فالضابط قال له اهدى اهدى، بكره ان شاء الله هم اللي هيخلوهم يشيلوها بايدهم، وده اللي حصل طبعا في حالة الانهيار اللي أصابت كل جنودهم وضباطهم في مواقع وقلاع وحصون خط بارليف اللي برضو ما كانش لها مثيل في التاريخ. فبالتأكيد يعني حاجة مهمة جدا، لحظات تاريخية لازم أسترجعها مع ضيوفي الكرام. حتى أدخل في قضية اليوم والإعلام الرياضي، الإعلام الرياضي والإعلام بشكل عام في الفترة الماضية أصبح في حاجات كتير جدا بعيدة عن المواثيق الإعلامية، بعيدة عن قضية الإعلام والمضمون الإعلامي، إن أنا بطلع بقول للمشاهد معلومة إيه اللي بينتظرها دون اللجوء إلى مشاحنات، إلى مداخلات غير مرغوب فيها، ألفاظ في بعض الأوقات بتكون خارجة، مشاحنات بعيدا تماما عن المضمون اللي الواحد بينتظره. الرياضة هي عبارة عن تنافس شريف، لعبة الناس بتحبها بتبقى عايزة تشوف عشان تستمتع، ولكن في الأوضاع في الأونة الأخيرة أصبحت بتدار حسب التوجهات. أستاذة نجلاء، كيف طري الإعلام الرياضي في الفترة الماضية؟ الإعلام الرياضي جميل أنه متواجد، وجميل أن المساحة كبرت، ما احنا برضو مش هنقول كله سلبيات، في إيجابيات، في حاجات كويسة قوي، لكن برضو السلبيات ابتدت تكتر، مع ان انا كنت اتوقع ان لما يكون في سلبيات مع الوقت بتقل، لا هي عمالة تكتر. انا عايز اقول حاجة، يعني كل اساتذة الاعلام الغربيين والعرب والمصريين استقروا على مبدأ مهم جدا، وهو ان التلفزيون ابو الطفل والشاب. تخيل هو بدور الاب المعلم. انا مش عارفة ايه اللي خلى الاعلام يوصل لدرجة انه يزعق. طب ما هو انت لو عودت ودني وعودت عينيا ان انا اشوف هدوء ومنطق هتعود على كده، ليه بتعودني على اسلوب تاني؟
اسلوب الخناق، اسلوب ان انا دايما ازعق، ان انا دايما اتشاجر، ان انا اسب الاخر. انا يعني برضو في علامات استفهام كتيره جدا، وناس من الاعلاميين الحقيقه برضو كنت بعتبر ان اليوم برضو حاجات جميله قوي بيعملوها وكده، لكن لما الاقي نجم تلفزيوني وناس كتير قوي بتشوفه يطلع ينتقد احد المسؤولين عشان كتب مقاله ويصفه بترياقه انه زي نجم كوميدي ويقول له انت ما بتجمعش واحنا نرمي مقالتك، انت خرجت من اطار الرد على هذه المقاله عن الموضوعيه، ان انت بتجرح فيه شخصيا. لسه في مذيع الماني اتوقف ليه؟ لانه اساء للخصم. مجرد الإساءة ده خطأ كبير جدا إعلامي. إزاي أنت تسيء لشخص لمجرد أنه قال رأيه مش عندك؟ ده قاله في جريدة رسمية وجريدة محترمة. إحنا ما بنحترمش بعض، ولو وصل المعنى ده للشباب هقول لك إيه؟ كله مش هيحترم بعض. ما نبقاش نزعل ونقول الشباب ليه كده؟ ليه هم ما بيكلموا بالأسلوب ده؟ ليه بيكلموك وهم بيزعقوا دايما؟ النبرة عندهم عالية، لأن إحنا بنعودهم على كده من الإعلام. احنا ما عودناهمش على الصوت الهادئ، على رغم ان انا صوتي عالي بس والله دي طبقه طبيعيه. لا حضرتك ازعاج كبيره، ده اكيد مش قصدي ان انا بزعق، لا ده الطبقه العاديه. فما عودناهمش ان هم يسمعوا كلام فيه منطق، لا هم ينبسطوا قوي بالكلام اللي فيه زعيق والكلام اللي فيه شتيمه، واجيب واحد على التليفون ده هيقول الفاظ بتاعه هيقطع وهسخن. ايه الكلام ده؟ ايه الحاله دي اللي وصلت للاعلام الرياضي؟ كل ما تقول حاجة مثلا فيها خبط انت بتسخن، اسخن سخن سخن عشان تتشاف اكتر. والله لو كلنا هدينا برضه هنتشاف، والمشاهد هيلاقينا ناس لينا اسلوب ولينا منطق فهيدور علينا برضه ويشوفنا. هو المشاهد في الاول وفي الاخر بيبقى بيتفرج عشان ياخد معلومه يستفاد شيء، ففي الاول وفي الاخر بقى يتفرج ويقول لك طب انا يعني استفدت. يعقل ان مراسل واحنا عندنا تقليد في اذاعه الشباب والرياضه ان المراسل هو المذيع، يعقل ان مراسل يكون بيعمل لقاءات فيقولوا له ده الكابتن قال فلان عليك، يقول لهم قال عليا انا ايه؟ يقولوا ده شتمك عشان هو يرد يشتم. يعني شيء غريب جدا، يعني انت بتدور على الشتيمه، انت بتدور على الاساءه ليه؟ طيب احنا معانا خبر مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق وفريق تعاون السعودي، تجددت اصابته وتم استبعاده من قائمه المنتخب المصري للقاء الكونغو، يعني في تدريبات استشفائيه بالنسبه له، هيشوفوا برضو مدى حجم الاصابه، ولكن اعتقد ان هيكتور كوبر كده طلع مصطفى من الحسابات. استاذ حمدي هاخد من كلام الاستاذ نجلاء عبد البر، وهو في بعض الاوقات الاعلام بيبتدي يصدر ازمه او يفتعل الازمه لكي يرى رد الفعل ويعمل نسب المشاهده، هل ده هو الاداء الصحيح؟ هو للاسف ما اصاب الاعلام ككل اصاب الرياضه في اعلامها، والاعلام الرياضي المعروف للقاصي والداني ان هو اكثر اشكال الاعلام انتشارا وشعبيه الى اخره. انما للاسف كانت البدايات كما تذكر لما كاد الإعلام الرياضي يدمر علاقات مصر بدول شقيقة ودول صديقة. نعم. وصلنا لهذا المستوى. نعم. الشحن قبل اللقاء، خلينا نتكلم بموضوع لقاء مصر والجزائر في كأس العالم 2010. واضحة جدا أن خلاص علاقتك مع السودان مع الجزائر كانت على وشك أنها تنهار، مع السودان يعني إلى آخره. وللأسف مع الوقت بدأ نفس الشكل يظهر بقى بطرق وأساليب مختلفة. البعد عن الحقيقة، البعد عن الموضوعية في الكلام، الصوت العالي ومحاولة عمل أي إثارة على حساب الحقيقة وعلى حساب المنطق. البعض تصور أن هذه وسيلته أن هو يعمل بسخن أمور زي ما قالت نجلاء، وأن ليه انتشار أكتر، إنما لا، ده حتى لما بيحدث نوع من الانتشار بيتراجع وتقلص ويبدأ الناس يكتشفوا ان لا ده ما يستحقش ان انا اتابعه. وانا طبعا بتابع الاعلام الرياضي في كل القنوات، وشفت ازاي الاغراض الشخصيه بتسيطر على فكر هذا او ذاك، سواء ضد نادي معين او ضد فريق معين في نادي معين الى اخره، ومتجاهل الحقائق والمنطق ويرمي معلومه غلط ويبني عليها كلامه دون أن يدرك أنه هو كده بيأثر في الشارع اللي هو بيتكلم عنه.
يعني هو بيتكلم مثلا على سبيل المثال يقول ان موقف مجلس الاداره في الاهلي ما كان موقف يعني مش دقيق وموقف كذا، وما يعرفوش ان اي حاجه تمس الاهلي تمس الشارع، بينما هو بيقول كلام هو بقى اللي يمس الشارع وغيره وغيره يعني. فهو للاسف الشديد الاعلام ككل والاعلام الرياضي بصفه خاصه احوج ما يكون الى اعاده النظر في موقفه. ولعل بقى المنظومه الاعلاميه الجديده بدءا من نقابه الاعلاميين والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ونقابه الصحفيين الدور المنتظر بقى وبقوه ازاي نرجع الاعلام الرياضي والاعلام ككل الى قواعده سالما. اعلام له رساله، ده الاعلام الرياضي يكفي ان هو بيتكلم عن الروح الرياضيه وعن الاخلاق وعن معنى الانتصار ايه، ده فيه خطوط عامه للاعلام الرياضي مش محتاج مساق خالص، ده هو بس الخطوط العامه دي تخليك انت كاعلام رياضي تدي الصوره المثاليه والنموذجيه. طيب استاذه نجلاء، اعلام التوجهات واعلام المصالح، وانا بحب فلان فبقى احسن شخص في العالم، وانا عندي مشاكل شخصيه او مصلحه شخصيه مع احد الاشخاص ولو ما حصلتش، فابتدي اخلي الشخص دوت هو ما بيعرفش يشتغل وعنده مشاكل و و و، وابتدي اسوق صفاته امام الملا. فهل حضرتك شايفه ان هذه الطريقه من الاداء اصبحت متواجده بكثره؟ انا صراحه شايفها موجوده، يعني دلوقتي انا في اي من الساده الزملاء وكلهم لهم الاحترام والتقدير، هو بيحب الشخص الفلاني يبقى احسن واحد، ما عنده مشكله مع الشخص الفلاني بقى أسوأ واحد، او منتفع من الشخص العلاني. نعم، اذا انتفع من شخص ويعني طلعه السما زي ما بنقول او نزله الارض لانه ضد الشخص اللي هو منحاز ليه، ده اعلام فاسد يدخل في اطار الفساد. لكن انا بحبه او بحب النادي بتاعي فانسى ان انا اعلاميه بحب نفسي اكتر من اي نادي هحبه، ولازم اكون عندي درجه من الحياديه. طبعا مساله المذيع المحايد دي ما فيش حاجه اسمها محايد، انا بختار موضوعي، انا هنا مش محايد، لكن لما اناقش الموضوع لازم اكون محايد. يعني وجهه النظر دي مش واصله للناس. تقصدي ان مثلا فلان الفلاني كان في موقع مسؤول او كلاعب او كمدرب، أيوة. لما اجي اذكره انا مثلا عندي مشكله معاه لازم اقول مثلا ان هو برضو من ايجابياته انه عمل واحد اثنين، مش هو بس هتكلم على السلبيات فقط. لا طبعا اقول سلبيات وايجابيات واجيب لازم الراي الثاني، واذا هو تبنى راي انا هاخد الراي الثاني، وهو لازم اكون انا الراي اللي مش موجود والراي الثالث كمان الغير موجود في وقت النقاش. لكن طبعا ليا راي لما بختار موضوعي، لما بقدم المقدمه بتاعتي وبتجه في اتجاه معين في الموضوع، مجرد ما تخرج اراء تانية لازم انحاز لاراء ثالثه ورابعه وخمسه عشان ادفع المستمع او المشاهد انه يفكر ويختار ويعرف ايه الاصوب من اللي احنا بنقوله. لكن مجرد ان انا امشي في اتجاه واحد، ده اعلام المصالح، والتاني اعلام فاسد، والتالت اعلام الشركات الاعلانيه المسيطره والمهيمنه، وان كنت ارى طبعا كل قناه ليها سياستها وانت لازم تحترم سياسه القناه دي، لكن في فرق بين احترام السياسه وان انا انحاز للسياسه. طب احنا معانا على الهاتف الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير في شؤون الاعلام. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، مرحب بحضرتك وطبعا ضيوفي الكبار الاستاذ حمدي الكنيسي والاستاذه نجلاء عبد البر. تحياتي للاستاذ حمدي وللاستاذه نجلاء. اهلا اهلا استاذ ياسر. استاذ ياسر، احنا بنتحدث اليوم عن الاعلام بشكل عام والاعلام الرياضي، ازاي نقدر نطوره ونتلافى السلبيات اللي موجوده فيه؟ يعني هو الاعلام الرياضي هو جزء من المنظومه الاعلاميه المصريه، وبالتالي لا يمكن تنميه او تطوير الاعلام الرياضي من دون حل المشكلات الرئيسيه اللي بيعاني منها الاعلام المصري. نعم. احنا مؤخرا بقى اصبح لدينا يعني عدد من التطورات الايجابيه في مجال تنظيم الاعلام المصري، اصبح عندنا هيئات ما كانتش موجوده سابقا، منها المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ومنها ايضا نقابه الاعلاميين، وهذا الامر يمكن النظر اليه لانه خطوه للامام، وهي تجربه بدات وان شاء الله ممكن يكون في تطورات، لكن ما زال الهيكل الاساسي للاداء الاعلامي مضطرب ويعاني عوارا واضطرابا شديدا. وبالتالي هذا الامر ينعكس على للاسف الاعلام الرياضي ايضا. المشكلة الأكبر إن الإعلام الرياضي فيه مشاكل إضافية، إنه أولاً هو قايم على فكرة التنافس، والمنافسة دايماً بتخلق خشونة وتوتر في الأعصاب، وبالتالي هو أكثر
قربا من مناطق التوتر واثاره الازمات. النقطه الثانيه، طب يا دكتور ياسر معلش استاذن حضرتك في النقطه الاولانيه، طب ليه ما يبقاش التنافس بيدفعني ان انا ابقى افضل بس من الناحيه المهنيه؟ على فكره هو الموضوع ده بيحصل، يعني علشان اكون امين برضو، بيحصل بره في دول العالم، بعض الدول المتقدمه، انه الاعلام الرياضي اكثر ميلا وده مش تبرير طبعا، لكن هو بطابعه الاعلام الرياضي بينطوي على عوامل بتجعله اكثر قابليه لوقوع الاخطاء مقارنه مثلا بالاعلام العلمي. نعم. مقارنه مثلا بالاعلام الفني او الاعلام السياسي. ليه؟ انا قلت لك اول سبب ان حس المنافسه بيخلق توتر وخشونه في التضاغط. رقم اثنين انه عدد كبير من الزملاء اللي بيعملوا في الاعلام الرياضي هم مش اعلاميين بالضروره، هم قادمين من مجال الرياضه نفسها. وبالتالي ده بيؤدي احيانا بعضهم بيستطيع ان يعني يلتزم في كثير من معايير الاداء الاعلامي وانه يظهر سويه مهنيه معتدله ولائقه، وبعضهم الاخر بيظل يمارس الاعلام في بالاقدام وليس بالعقل واللسان. وبالتالي هذا الامر ايضا يوقعنا في مرارات، وانت تذكر ما حدث مثلا ايام مباراه مصر والجزائر في التصفيات المؤهله لنهائي كاس العالم. نعم. في 2010 وازاي حصل انفلاتات وهكذا. رقم ثلاثه انه الاعلام الرياضي رغم ان في روابط رياضيه لم يخضع نفسه لاي شكل من اشكال التنظيم الذاتي او الالتزام الطوعي بمبادئ ومدونات سلوك معينه. وبالتالي انا في الواقع بشوف انفلاتات يعني مثيره للاسف. انتم معاكم دلوقتي الاستاذ حمدي الكنيسي في مساله مهمه وعندكم الرغبه تناقشوا الموضوع بصراحه وانفتاح. اول خطوه في هذا المجال هي انه يبقى في تنظيم ذاتي للاعلام الرياضي نفسه، ينتج عنه هيئه او جهه وكود او مدونه سلوك نوعيه غير ميثاق الشرف اللي هو هيلزم كل الاعلاميين، وانه احنا نقرر ان احنا نجنب انفسنا هذا العوار المهني الناجم زي ما قلت لك عن اسباب بعضها موضوعي وبعضها ذاتي. الحاجه الاخيره هو انه الرياضه في مصر فقيره للاسف الشديد. وبالتالي الاعلام الرياضي عليه دور كبير جدا في نصرة الرياضات. تعرفت حضرتك تقصد ان التوجه اكثر لكرة القدم بعيدا عن الالعاب الاخرى؟ انا اقصد انه في العاب مهجورة ويتيمة ولا تنال قسطا واجبا من الاهتمام، وبيجيب ميداليات اولمبية يعني زي رفع الاذكار والملاكمة. بالظبط. بالظبط. لكن الاهم من كده انه كمان كرة القدم في مصر فقيره، بمعنى انه خلي بالك احنا مش 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 الارجنتين، مش اسبانيا، احنا حتى يعني احنا دوله في كره القدم ما عندناش دوري من اهم 10 دوريات في العالم يعني. وبالتالي احنا عايزين شويه نزعه تنمويه وحس مسؤوليه اجتماعيه في تخطيط شؤون الرياضه، بدل من التركيز على فكره واحده هي فكره تحليل المباريات. لازم يكون في معالجه اشمل للشان الرياضي، لازم المعالجه دي. يا فندم الكلام دوت حضرتك كده بتقصد المسؤولين سواء بقى من وزاره الشباب، من وزاره الشباب والرياضه او اتحاد الكوره. احنا كدورنا الاعلامي صراحه احنا بنتحدث عن جوانب سلبيه كتيره جدا، ابرزها مثلا غياب الجماهير، ابرزها مثلا ان مفيش تخطيط جيد للدورات الاولمبيه، مفيش متابعه جيده لبعض الرياضات اللي حضرتك ذكرتها، فيها مشاكل في اتحاداتها، فيها مشاكل مع نجومها بنتكلم عنهم بشكل مستفيض، ولكن في الاخر الرياضه بتدار من قبل المسؤولين وهم اللي بياخدوا القرار. ده كلام سليم، لكن انا هنا اتحدث عن يعني انا هقول لك حاجه فنيه. اذا طالما انت عندك الرغبه في ان احنا نتكلم بوضوح والساده ضيوف الاعزاء ممكن يشاركونا هذا الامر. انا قدامي دلوقتي حوالي 7 صحف مصريه انا بقرا فيها تغطيه لموضوع مباراه المقبله المنتظره بين مصر وبين الكونغو. النص اللي انا بقراه كله ما فيهوش مصادر، وانا بستغرب يعني ايه ما فيهوش مصادر. يعني زملائنا اللي بيغطوا تغطيه الرياضه، ليه انا بقول تغطيه فقيره؟ التغطيه فيها افادات غير منسوبه المصادر، لكن هو في شخص راوي كده بيحكي لي ايه اللي حاصل بس ما قوليش جاب الكلام ده منين. فيقعد يقول انه كوبر بيعيد التفكير في خطته ويقول انه عبد الله السعيد جاهز
وقدامي جورنال ثاني بيقولوا ان عبد الله سعيد مش جاهز، وجورنال ثالث بيقولوا ان عمل اشعه وهتظهر بكره، والثلاثه من غير مصادر. ده اللي انا اقصد. ما هو ده الاجتهادات يا فندم، كده كل واحد بيشتغل باجتهاده الخاص. كده بقول لك احنا علينا دور كاعلام رياضي ان نرقي اداءنا، ان نبحث عن طريقه لترقيه اداءنا، وكما ننتقد الاخرين فيجب ايضا ان ننتقد انفسنا. وكل الامل انه الاعلام الرياضي في مصر يبقى يليق بالدوله المصريه ويليق بالجمهور المصري ان شاء الله. انا طالما ان احنا بنناقش بالصراحه دي فانا متاكد ان في قدامنا فرصه باذن الله. باذن الله دكتور ياسر، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، مداخله كانت فيها العديد من الجوانب. استاذ حمدي اكيد ليه حضرتك تعقيب يعني. لا هو ياسر طبعا لديه رؤيه عميقه في امور كثيره جدا وانا اشهد له بذلك، انما هو اللي قاله فعلا اعتقد هو نفس الاتجاه والخط اللي احنا التقينا عليه منذ بدايه هذا اللقاء، وده اللي بياكد تاني حتمية إعادة النظر أولا الجهات المسؤولة في طريقة عملها، ويشوفوا أي نقاط الضعف نتجاهلها، نقاط القوة نعظمها. أيضا الإعلام، ونتكلم عن الإعلام الرياضي، نبدأ كل واحد يراجع نفسه، يرجع كده على آخر اليوم إذا كان هو بالنهار أو، ويشوف شغله ويكتشف كيف أنه لم يكن إعلاميا حقيقيا في هذه النقطة أو غيرها. هيحصل ده. وإلى جانب بقى زي ما أنا قلت في البداية، ويمكن الأستاذ ياسر أشار لكده، إن شاء الله الوضع الإعلامي أو المنظومة الإعلامية الجديدة هيكون لها دور، ومن يستجيب ويعرف إن عنده رسالة خاصة في الإعلام الرياضي المنتشر بشكل رائع، يعرف إن عنده رسالة واضحة تماما، أهلا بيه، هلاقي كل تشجيع. اللي هيتجاوز ويحول عملية إلى معارك شخصية أو معارك يعني من نادي لآخر أو لشخص أو آخر، في هنا الحساب. وإحنا أعتقد بدأنا في نقابة الإعلاميين المراجعة والمحاسبة لعدد من الإعلاميات والإعلاميين، ومع الوقت هيكون الأمر أكثر اتساعا واكثر قوه واكثر حسم. وده مهم قوي بعد اذنكم. اتفضلي. في فتره يا استاذ حمدي لانتخابات الانديه، يعني احنا عندنا عرف طول عمرنا لما بيكون في انتخابات في نادي بنقفل تماما، ما فيش لقاء مع اي من المرشحين عشان ما ناثرش على الصوت. المفروض الموضوع ده يلتزم بيه كل الفضائيات. انا بشوف برضو ممكن مرشح يجي عادي ضيف، هو بيعمل دعايه لنفسه، مش مفروض ده في الفتره الحرجه اللي هي فيها تصويت؟ انت بتتكلمي على المفروض اللي ظهر ونشأ ونمى وترعرع في مسبيره لما كان في القيم والمبادئ هي اللي بتحكم الامور كلها. في الاخر احنا اللي بنمشي عليها بس. استاذه نجلاء، بس انا هستاذن بس حضرتك في حاجه دلوقتي. انا كمثلا بلاش هتكلم على قناتنا، اللي احنا لينا برضو صفات خاصه، احنا ورانا لوجو النادي الاهلي واحنا صوت النادي الاهلي وصوت لجمهور النادي الاهلي، ولكن في بعض القنوات الاخرى هو مثلا حابب في انتخابات فلاي يعني لاي نادي من الانديه، فهو هيجيب المرشح المحتمل اكس وهيجيب المرشح المحتمل واي، وبيبقى حابب ان هم يعملوا مناظره، وده عادي لا يحدث. خلينا اكون واقعيين، ده لا يحدث في مصر. احنا ما عندناش ثقافه المناظره، وثقافه المناظره اللي هي تبقى مناظره فعلا موضوعيه. احنا عندنا ثقافه المناظره اللي للاسف المرشح ده بيطلع يطلع السلبيات ده، وده شفناه للاسف في، لو حضرتك تتذكري، في انتخابات الرئاسه اللي قبل كده، اللي يعني طبعًا مش الرئاسه اللي سابقه، وكل الانتخابات على مستوى العالم يعني. في 2011 كان كل المناظره هو عباره عن اكس بيطلع سلبيات واي، وواي بيطلع ما بيتكلمش حتى هو عن مشروعه ايه اللي هو حابب يعمله للمنشاه او المنظومه او كده. فبيجي يدعو المرشح اكس، فمرشح اكس بيجي له علاقته بيه كويسه، فالمرشح هو يسمع حاجات مش كويسه يقول لك لا انا رافض ان انا اطلع، فيبتدي المنبر الاعلامي اللي هو كده يبتدي يبين ان هو مش محايد. طبعا. فبرضه دي حاجه من الحاجات اللي بنواجهها. ودي حاجه غلط طبعا، يعني المفروض اذا يعني جبت مرشح التاني يكون موجود، يعني برضه استضيفه عشان يبقى فيه تكافؤ، والا كده هيظهر قدام الجمهور اللي بيحب القناه دي ان انتوا بتأيدوا سين مش صاد. فليه؟ انا برضو بشوف ان ده انحياز بشكل او باخر. انا مع ان انا لو هفتح المجال افتح للكل، لو هقفل يبقى اقفل على الكل. هو ده لما يكون معروف عن القناه او عن المذيع
ان هو ملتزم بتقديم وجهتي النظر المتعارضتين المختلفتين عن بعضهما البعض. لو ده معروف والطرف الاخر رفضوا انه يجي برضه، ده بيعلن على الهواء ان احنا كنا بننتظر فلان الفلاني انه يجي وللاسف ما جاش، وبالتالي احنا بنكتفي بوجهه النظر دي. هو بقى هنا اللي بيخسر. نعم. هذا المرشح اللي بيعمل ده هو اللي بيخسر، والجمهور يبدا يقول الله ده هو مش واثق من نفسه، هو ما عندوش ردود يقدر يقول بيها الى اخره. بالتاكيد. استاذه نجلاء برضو هاخد حضرتك لمشهد من المشاهد دائمه الحدوث، عليك برضو من المحاورين يعني الكبار. الله يخليك. وده احنا لازم نتعلم من حضرتك، وطبعا استاذ حمدي استاذنا الكبير. لما بيجي بقى مذيع وصحفي كبير جدا ومذيع كبير جدا، وممكن تلاقي برضو اعلامي كبير جدا، وفي حلقه من الحلقات بيبقى معايا اتنين فيهم خصام، واقعد اسخن ده على ده واسخن ده على ده، وفي الاخر الموضوع ينتهي في بعض الاوقات لضرب مشاجره وخناقه وضربه، وابقى سعيده جدا لان انا سخنت. وفي ناس هم داخلين يسخنوا. هل ده قيم الاعلام ولا هل دي 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 يعني مثلا للاسف كان الرد اقصد انا جايب اتنين من الكبار واتنين من المفروض. طب ما انت حضرتك في وسط الحلقه ما كنتش بتعمل حاجه غير انك بتسخنهم على بعض. طبعا، وهو مش العيب عليهم، العيب على الاعلامي اللي عمل كده. وان كان ده لاقي قبول قوي، الناس بتفرح قوي وتروح على اليوتيوب وتلاقي دخل مش عارفه مليون واحد يتفرجوا. انت عودت الناس على الاسلوب ده. لو عودتهم على الاحترام هيحبوا الاحترام، لو عودتهم على الخناق هيحبوا الخناق، لو عودتهم على الشتيمه هيحبوا يسمعوا. يعني اذا حضرتك تقصدي ان الاعلام هو من يتحكم بسلوك الجماهير، لان انا اللي بطلع هو اللي بينشئ السلوك الجماهيري، هو اللي بيعمل حاله التفاف في الوطن. انت اتكلمت عن اكتوبر وازاي كنا ملتفين، لان احنا الاعلام ادانا ده، الاغنيه ادتنا ده، حتى الافلام الدراما ادتنا ده، حتى التعليم. لا يعقل دلوقتي بعد 44 سنه في اكتوبر يجي التعليم يقول لك ايه، وانتصرنا في اكتوبر وعبرنا اكبر حاجز مائي وقهرنا الجيش الذي الله. طب ما اتقال الكلام ده اول ما اخرج من السنة دي هنساه، لكن انت خليت الطالب هو اللي يفكر انه يقول لي بطولة. هو شايف ايه اللي خدع الاستراتيجي حصل، شايفها في ايه في حرب اكتوبر، هو اللي يبحث، هو اللي يقول لي ده توقيت الساعة 2. انت الاعلام هو اللي هيعلم، هو اللي هيحرك العقل وهيحرك الافكار، مش هو هيحرك الناس تتخانق مع بعض. يبقى هو مسؤول إذا وصل الأمر للشجار، يبقى هو إعلام خاطئ 100%. طيب أستاذ حمدي، برضو حضرتك وأستاذ ياسر يعني كنت دائما التحدث في أن البعض يصعد على منابر إعلامية وهو لا يصلح. إذا هل هي بقت الكفاءة ما بقتش هي اللي من تحدد، ولا يعني كيف يتم تحديد من يصعد على منبر إعلامي؟ هو للأسف الكفاءة والدراسة الحقيقية وكل ده لم تعد عناصر يعني يتم الالتزام بها في اختيار من يقدم اعلاما تلفزيونيا او اذاعيا. الامور ثابت خالص وما عادش فيه، يعني زمان كان فيه، انا اذكر بالنسبة لي اختبارات تحرير، كنا في سرادق كبير كنا 8000 واحد عذبتونا وفضلوا يصفونا لغاية ما بقينا 6 من 8000. امتحان تحريري وامتحان شفوي وامتحان معلومات عامة وامتحان صوت، كل ده دي كلها كانت نتيجتها ايه؟ ان الامور ما بيظهرش ويمارس هذه المهمة الانسانية التي تصل درجة الرسالة الا الكفء. وخد بالك يعني بعد الامتحانات دي كلها قعدنا يمكن سنة ونص نتدرب بره الهواء. تقعد على الهواء صامت سنة تتدرب على 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 جهاز التسجيل وتقرا، والمذيع القديم يسمعك يقول لك لا انت هنا الحرف ده كذا الى اخره، ويبدا ينبهك برضه للمعايير المهنيه ايوه. ده كان النظام. فالامور طبعا للاسف، وانا قلت في البدايه ان ما اصاب الاعلام الرياضي، ما اصاب الاعلام العام كله هو اللي اصاب الاعلام الرياضي. وبالتالي اجابه على سؤالك يا استاذ محمد، لا، ما دلوقتي المور مفتوحة وما فيش أي اشتراطات، حتى ومجرد حتى تصور أن ده نجم في الفن أو نجم في الرياضة يبقى خلاص هو ده الإعلامي.
اهلا بيه، بس اخده ادربه الاول واديله يتم اعداده انما من الباب للباب كده على طول ومخاطبه، وبعدين هو يعني يغلط غلطه يلاقي الناس ضحكت، يتصور ان هو ده بدايه النجاح وينغمس بقى في هذا الاسلوب. واحنا شايفين ده، احنا شايفين حالات من الاعلام وبعض الاعلاميين الحقيقه اللي بتثير الاسى والانزعاج الى هذا الحد. احنا وصلنا باعلامنا. وانا اذكر، انت عارف انا كنت لفتره امين عام مهرجان القاهره للاذاعه والتلفزيون، وكنت في فتره رئيس شبكه اذاعه صوت العرب. فعدد الاعلاميين العرب اللي ما زالوا على درجه من الصداقه الوطيده معايا كبير جدا. ما شاء الله. الاقي تليفون جاي من زميل من البحرين اعلامي، يا استاذ حمدي مش مصر اللي احنا نعرفها، اللي احنا بنشوفه عندكم في الاعلام ما هياش مصر اللي بيعملوا اعلامكم ده. او الاقي مكالمه من الجزائر الى اخره. هكذا نحن باعلامنا نسيء الى مصر بهذه الصوره، نسيء الى القيم والمبادئ بهذه الصوره. انا هقول لحضرتك حاجه، يمكن حتى في حلقتي امبارح في استاد الاهلي كنت بتحدث ان النادي الاهلي، استاذ النجلاء برضو اشترك معايا في الحوار، النادي الاهلي كان بيلعب النجم الساحلي في سوسه. تمام. فطبعا في كاي بلد في العالم في تنافس ما بين الانديه التونسيه، جمهور الصفاقسي وجمهور النجم وجمهور الترجي. فالاهلي كان بيلعب الترجي، فجمهور النجم الساحلي لما النادي الاهلي كسب فكان في بعض المناوشات. ولكن حينما جاءت المواجهه ما بين النجم الساحلي والنادي الاهلي، حتى الصحافه التونسيه تحدثت عن ايه؟ النجم الساطع يواجه نادي القرن الافريقي في لقاء من كسر هيبه التوانسه. فبقى في شحن وتحفيز لكل تونس. حولوها القضيه. ما انا بقول لحضرتك لم شم كده بين الجمهور. امبارح وانا بتابع قبل ما اخش مع الزملاء طبعا في الاعداد كل الاخبار، مين يتحدث عن الراحلين عن النادي الاهلي؟ صالح جمعه عنده مشكله وهيمشي، كابتن حسام البدري راح سلم على المدرب ورئيس نادي اهلي طرابلس، فكابتن حسام البدري جاله عرض. وبقت كل وسائل الاعلام الرياضيه في مصر بتتحدث عن اللعيبه اللي هترحل من النادي الاهلي في يناير، وان وليد ازارو عشان في بعض الانتقادات هو كمان عايز يمشي، والنادي الاهلي عنده مهمه قوميه، النادي الوحيد اللي بيمثل الكره المصريه في دوري ابطال افريقيا. حضرتك شايف الموضوع ده ازاي؟ شايفاه طبعا ده اعلام بيفقد مصداقيته، يعني لو ما جاش رحل اللي هم هيرحلوا قالوا عليهم في الوقت المحدد، انا ازاي ممكن اقرا الجريده دي او اسمع البرنامج ده تاني؟ انت كذاب اذا قلت الكلام ده، وانت على غير ثقه يبقى انت اعلامي كاذب. توقيت انا محتاج التكاتب، شوف انا جبت لحضرتك هم هناك تحولوها ازاي. خلي بالك هم بيكتبوا كده، بس في الاخر الجمهور وكل مصر هتقف جنب النادي الاهلي، هو اللي هيفقد نفسه. بس هو في حاجه خطيره نجلاء. اتفضل. الجمهور هيقف مع الاهلي، والاهلي ما شاء الله جماهيره يعني نسبه هائله من الشعب المصري، انما اعمل ايه انا بقى في حاله اللعيبه او المدرب اللي بيتلقوا مثل هذه الاخبار وتربكهم؟ بالعكس، ده هو هنا يعني المثال الرائع اللي ذكره محمد عن تونس، ان الاعلام في تونس كله وقف يحشد الشعب التونسي ورا النجم الساحلي. انا اعلامي هنا وقدامي الفرصه الاخيره لنادي مصري يفتتني ومتاخر بهدف واحتاج للدعم. وهو النادي الوحيد اللي عندي اللي بيمثل. طب تعمل معاه ايه مثل هذا الاعلام يا استاذ حمد؟ نعم. تعمل معاه ايه مثل هذا الاعلام اللي يكتب حاجات مش صحيحه ويحاول يربك الفريق ويربك الجهاز الفني؟ هو مرحلتين. ان الاعلام القوي المعتدل يكشف هؤلاء، يكشفهم بكل الوسائل بالتاكيد، ويتكلم بعكس ما يقولون لكي يلحق الروح المعنويه في الفريق اللي بيستعد للمعركه القادمه ويأكد ده. نمره اثنين، ان في ممكن بقى المتابعه والمراجعه، ان يعني يساءل هذا الاعلامي انه قال معلومات خطأ وبالتالي هو خرج عن المعايير المهنيه. تعالى يا كابتن ولا تعالى. ده دور النقاب. النقاب على طول. احنا فعلا يعني متوقعين منها كتير. ده دور النقاب، مش عايزه كلام، انما يعني انت الحقيقه ذكرت، وانا يعني تابعتك امبارح انت بتقول الكلام ده، وانا قد ايه كنت برضه حسيت بالصدمه. يعني يا جماعه حرام عليكم، ده فريق ونادي بيمثل مصر الان، وهو الوحيد النادي المصري اللي داخل وماشي فيه، وان شاء الله
ياخد البطوله للاسف فندم. هذا يعني لم ياتي من وسيله اعلام واحده وليس جورنان واحد، ده هو كله برضه بيعمل اجتهادات من غير اي مصادر زي ما ذكر دكتور ياسر لما دخل معنا في المداخله، كله بيتكلم ان فجاه صالح جمعه وكذا وكذا وكذا. طب هو مين في الاهلي دلوقتي ما بقاش عنده مشكله؟ يعني ده اللي انا بصيت. بعدين كابتن طبعا احنا كقناه النادي الاهلي لازم نطلع نقول ما يحدث صحيح. ده جميل ان انتوا يبقى عندكم قناه متخصصه. انا بقول لحضرتك فتم الحوار ما بيننا وما بين الجهاز الفني في النادي الاهلي. يا كابتن في واحد اثنين ثلاثه، قال لي ايه الكلام ده؟ مفيش الكلام ده تماما، ومن الاخر مفيش حد هيمشي. وطلعت قلت هذا الكلام امبارح، ولكن للاسف انا كنت متوقع من وسائل الاعلام ان يكون زي ما احنا اتربينا زمان، ان النادي الاهلي في بيلعب في بطوله دوري ابطال افريقيا وعايز يروح لكاس العالم للانديه، وبقى لنا فتره يا استاذ حمدي لم نذهب الى كاس العالم للانديه، وبقى لنا فتره ما بنفرحش. وللاسف النادي الاهلي هو من يصنع الفرحه في جمهور الكره المصريه. احنا يعني برضو ماتش الكونغو كل الامل اللي ال 100 مليون مصري عشان تحلم التاهل لكاس العالم، لان بقى لنا فتره ما ذهبناش لكاس العالم، ولكن النادي الاهلي كان يذهب الى كاس العالم الانديه، كان بياخد دوري ابطال افريقيا واحرز المركز الثالث. واحرز المركز الثالث، عمل انجازات، عمل انجازات متوقع منه ان يعمل الافضل. فبدل ما اتكاتف وادعمه ابتدي اتكلم عن الراحلين، والنادي الاهلي ما لعبش الا ماتش واحد في الدوري. هو ده اعلام؟ لا صله له بالاعلام ولا صله له بالمعايير المهنيه ولا المعايير الأخلاقية ولا المعايير الوطنية. التلات عناوين دول لازم يبقوا واضحين للكل. من يمارس هذه الأخطاء التي تبلغ درجة الخطايا بالنسبة للبلد والوطن. نعم، بنعتبر الخبر الكاذب ده جريمة حتى بيعاقب عليها الصحفي أو المذيع اللي طبعاً بيقدم خبر كاذب. عشان كده قلت ودلوقتي كله بيقول حاجات يعني فيها أكاذيب، محدش بيحاسب حد يا أستاذ حمد. دي مشكلة. احنا قلنا بقى الايام القادمة ان شاء الله فيها يا مسهل ان شاء الله باذن الله. استاذة نجلاء يعني برضو انا كنت سعيد جدا بوجودي مع حضرتك، وفي الاخر برضو حابب قبل ما طبعا ما انهي الحلقة مع حضرتك اكيد في رسالة بيتوجه للاعلامي وللمشاهد، عايز رسالة للاعلامي ورسالة للمشاهد. اوجه لكل الاعلاميين، حبوا نفسكم قوي فكونوا صادقين جدا. تأكد ان انت لو ما كنتش صادق في مرة هتفقد ثقتك مع جمهورك. واعتقد انت لو حبيت مهنتك وحبيت نفسك ان انت تكون حاجه كبيره قوي لازم هتلتزم بالمعايير الواجب الالتزام بيها. وقلت لي اوجه لمين تاني؟ للمشاهد. للمشاهد او المستمع. المشاهد او المستمع، بقول له انت دلوقتي بتقدر تميز ايه اللي بيقول صح وايه اللي بيقول غلط، مين المنافق ومين اللي مش منافق، مين اللي ليه مصلحه ومين اللي ما لهوش مصلحه. وانا بعتبرك اذكى شخص على وجه الارض، أنت الذكي اللي قادر على الفرز. افرز واختار، وبرضه يعني اقرا كتير وكون عندك قدر من التمييز. أستاذ حمدي برضه هاخد من حضرتك رسالة للمشاهد والمستمع وأيضا إلى الزملاء الإعلاميين. حضرتك أستاذنا وكلنا بنتعلم منك. أنا بقول للإعلاميين، أي إعلامي إن كان يريد فعلا أن يثبت إنه جدير بالفرصة اللي جات له أمام الشاشة وأمام الميكروفون، أنه ينسى تماما الأغراض والأجندات الشخصية أو الأجندات الخاصة بالحزب أو بالنادي أو كن موضوعيا تكتسب ثقة الناس، وبعيد عن الإثارة والشوشرة، لأن التانية دي كلها عوامل سرعان ما تسقط وتكشف الحقيقة أنك أنت راجل كنت بعيد عن الحق، وبالتالي لا تستحق أن يشاهدك هذا أو يستمع إليك هذا. ولا تنسى ايضا ان مع الوقت والمنظومه الاعلاميه الجديده الامور هتاخد شكل اخر من المراجعه والمتابعه والمحاسبه باذن الله. بالنسبه للمشاهد والمستمع زي ما قالت نجله، انت تستطيع انك انت تفهم احسن من كثيرين وتفرز، وكلما نجحت في فرز مستوى هذا الاعلامي وذاك انت بتبتعد عن اللي انت تعرف وتكتشف ان هو غير دقيق غير موضوعي غير امين مع رسالته وتبتعد عنه مهما كانت الاغراءات بالاثاره والشوشره. انت تستطيع ان تضع كل اعلامي في حجمه الحقيقي حسب التزامه بالمعايير المهنيه والاخلاقيه والوطنيه.
طبعا دي الحلقه اللي كانت موجوده النهارده هو بدايه ملف، ان شاء الله بالتاكيد هيبقى في حلقات اخرى. الواحد بيتشرف صراحه انه حتى بس يسلم على النجوم الكبار والاساتذه الكبار اللي موجودين معايا النهارده في الاستوديو. كان ليا صراحه يعني كل الشرف اني اكون معاهم. استاذه نجلاء عبد البر طبعا شرفتيني ونورتيني، وانا كنت سعيد بحضرتك. انا سعيده جدا وبشكرك جدا. اسعد ودايما ان شاء الله تكوني معانا على قناه النادي الاهلي. ايضا استاذنا الكبير الاستاذ حمدي الكنيسي شرفتنا ونورتنا، شكرا. ان شاء الله تكون معانا على طول في قناه النادي. شكرا. لسه هنستمر مع حضراتكم، لسه عندنا فقرات نخش في كره القدم النادي الاهلي ومنتخب مصر والكونغو مع ملك العالي الكابتن عمرو الحديدي، ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد، نادي الاهلي حديد.